لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. وقف صبي أمام أحد مناجم الفحم ينتظر. سأله حارس المنجم: ماذا تفعل هنا؟ أجابه الصبي: إني أنتظر أبي. قال الحارس: لن يمكنك أن تتعرف عليه وسط الرجال الذين يخرجون، كلهم يرتدون قبعات متشابهة ووجوههم سوداء من غبار الفحم، من الأفضل أن تعود إلى بيتك. أجابه الصغير بمنتهى البراءة: ولكن أبي يعرفني. كان يعلم أنه لن يتعرف على أبيه، لكنه كان يعلم أيضا أن أباه سيعرفه. ثقة الصبي الصغير بأبيه عظيمة، مستحيل ألا يراه أبوه. هل عندنا مثل ثقة الصبي الصغير ونحن واقفون أمام الله الآب الذي نناديه أبانا؟ هل نحن متأكدون أنه يعرفنا ويرعانا ويعتني بنا ولا يهملنا؟